الصور حين تكون أبلغ من الكلام أم هو الانبهار بعراقة المكان؟ لست أدري، فبين قمم التاريخ المنتصبة على امتداد 100 هكتار تتوه بك الأزمان وتعود إلى 20 قرنا مضت. أنت هنا في حضرة التاريخ، أنت في المستوطنة الرومانية الأشهر، أنت في أوتينا أو أوذنا حديثا، الموقع الروماني الذي أسس 27 قبل الميلاد، حيث وطن فيه قدماء المحاربين للفيلق 13. تجوب ببصرك في محيط المدينة، وعلى أبعد من مدى البصر تمتد سهول شاسعة تتناوب فيها مناظر الحقول المسطحة مع بساتين الأشجار المثمرة. تجوب في المكان فتكتشف أن المكان والزمان يتباعدان ليلتقيا. تاريخ المكان نحت على الجدران وصور في حلبة المصارعة واختزل في الحارس والمحارب. مدينة رومانية متكاملة، بالمسرح المدرج، بمعبد الكابيتول، بساحة الفورام، بالحمامات العمومية الكبرى وبالمنازل الرومانية. المدينة حاليا تقريبا عشر متاحة فقط وقع الكشف عنه وترميمه وتهيئته للزيارة لاستقبال السواح. إذن الجزء الأكبر مازال تحت الأرض.